The Omani Arabic dialect. اللهجة العمانية. Numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Words and phrases. هلا، صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك؟ وشوبك؟ إيش حالك؟ هينك أنت من زمان ما شفناك. من هين أنت؟ عندي، ماشي عندي. عن هيش؟ حالي، حالك. ودع، وي، نجع، كاون، عابية، ينقح، ينبه، يعروف، حقم، صرنفاد، لمبئ، اخصين، عاجد. The Ren. كان الصفارد مسوي عشاء في السيارة. كان الصفارد اللي هن كبار يبي يجيبوا أكل حال عيالهم. مشيت من هناك الصفارد وفرت وودلوا الصفارد صغار وحدهم. خلاف ردن الصفارد كبار حال بيت. قال ايش مستوي هني؟ من عولكم؟ شكلكم خايفين، ايش مستوي؟ قالوا أبوي هذا يانا دمي واحد عود وكان شكلي يخوف قاعد يدحل على العش وبون حن خفنا. قال الصفرد هم مشوا. قالوا ولا مشي من هذا الطريق؟ قالهم صبروا لا تخافوا لا تخافوا بلحق روحي. بعدين مشي مناك وطار ولحقه. يوب وصل المنحنى طلع الأسد اللي كان يمشي هناك. غير الصفرد ما خاف، قحمل لك فوق ظهر الأسد قاعد ينازع. قال ليش شايب انك بيتي حال هيش تخوف عيالي؟ الأسد كان يمشي مبو لمهاراه. يوب شافك ينطع عليه قال له خليني أشوفك مرة ثانية تمشي هناك، وإذا رديت سويتها مرة ثانية. قال الأسد شيمتك ما بعيدها. مشي من هناك الصفرد وفنت ريوله. قال له غير الخط، إذا الخطر سويتها أكسر لك ظهرك. خلاف رجع الطير حال عشه. قال حال أولاده لا تخاف ما بيرجع مرة ثانية، يعني عرفت له بشغله.